القصيدة الآن للشاعر مصطفى أحمد، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على فلسطين وعلى أهل فلسطين. إلى الحضن العربي الذين باعوا فلسطين من شيوخ الغدر والنفاق، أقول: شيوخ الغدر قد باعوا القضية وصاروا لليهود كما المطية. شيوخ الغدر قد باعوا القضية وصاروا لليهود كما المطية. إمارات وبحرين وأدري بآل سعود سبق للأذية. إمارات وبحرين وأدري بآل سعود سبق للأذية. فأندلس كما ضاعت عليكم، فإن القدس سيقت كالسبية. فأندلس كما ضاعت عليكم، فإن القدس سيقت كالسبية. فوا أسفي على شعب جريح تحاوطه كلاب بني أمية. فوا أسفي على شعب جريح تحاوطه كلاب بني أمية. ووا أسفي على أرض طهور لآل الشرك تعطى كالهدية. بلاد المسلمين اليوم صارت تبايع كافرا يا للرزية. بلاد المسلمين اليوم صارت تبايع كافرا يا للرزية. أقول اليوم قولا من ضمير عراقي ومن روح وفية. فلا يرضى العراق بكم بيوم، وهذا الأمر باق للمنية. والسلام عليكم ورحمة الله. أحسنت.